طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية، اليوم راح نبدأ بشابتر 7 اللي هو Managing Digital Technology in Marketing، اللي هي Digital Marketing. هذا الشابتر راح يحكي عن كل الأدوات أو التولز اللي نستخدم فيها الإنترنت بهدف الماركتينج. بجوز في بعض الأشياء حكينا عنها بالسابق، تولز تانية بالشابترز اللي فاتت جزء منها ممكن نستخدم فيه الانترنت، بس اليوم راح نركز اكثر، نجمع كل هاي الاشياء اللي ممكن باستخدام الانترنت نحقق فيها الماركتينج فانكشن او الماركتينج سيرفيس اللي احنا بدنا اياه. تمام، فهذا الشابتر راح يحاول يغطي على كل الادوات اللي لغايه اليوم في عصرنا الحالي المستخدمه في عمليه الماركتينج ثرو ديجيتال نتورك او الديجيتال او الانترنت تكنولوجيز. اوكي، طيب، عشان انا بس افهم اكثر موضوع الانترنت والديجيتال ماركتينج لازم اخذ معي الاعتبار انه بشوف انا بقدر اعمل سلايد شو ولا لا هون. اوكي تمام، بقدر اعمل انا من خلال هاي الكويشنز اللي راح نحاول نجاوبها مشان اقدر انا افعل او اقدر اعمل ديجيتال ماركتينج لازم يكون في عندي اللي هي الانفراستراكشر المناسبه. من هذا الموضوع لازم احنا نحكي عن الاي سي تي. طبعا هذا السلايد او هذا الاشي مش راح اقدر يعني احكي فيه الا بس ثواني، لانه ثواني معلش مش عارف ليش علق هذا هون، اني اعمل سكيب احسن. طيب، الاي سي تي انتم عارفينها اللي هي ديجيتال انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجيز، مش راح نحكي بالتفصيل عنها، واللي هي الموجود حاليا احنا الوقت اللي احنا بنعاصره. في يوتيوب لينك او في فيديو على اليوتيوب ممكن تفهموا فيه اللي هي الانفورميشن تكنولوجي بشكل عام واستخدامها والامور هاي. يعني بس انا حبيت احكي لكم عشان ما اخربطكم اللي هي الاي سي تي. هذول التو سلايد بحكي لك انه مشان انا يكون عندي ديجيتال ماركتنج لازم يكون في عندي انفراستراكشر مناسب. الانفراستراكشر اللي هو بالضم اللي هي الانفورميشن تكنولوجيا او الانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجيا، نحكي فيها عن كل الادوات المستخدمه من داتابيس سوفتوير هاردوير الكوميونيكيشن اللي هي الانترنت والكونكتيفيتي. كل هاي التولز وفرتها انها تكون متوفره عشان اقدر استخدم انا ايش اللي هي السبورت للماركتينج عن طريق الديجيتال او الانترنت. تمام، واحده من الترندز حاليا في موضوع الديجيتال ماركتينج اللي هو بنسميه السيرش اوبتمايزيشن، عمليه السيرشنج او السيرش اوبتمايزيشن. هاي عمليه السيرش اللي هي كاكزامبل راح احاول انا برضو اعمل يعني لو ندخل على صفحة جوجل. اوكي، صفحة الجوجل فور اكزامبل ونعمل سيرش. خلينا نعمل ستوب شير لهاي، معلش سامحوني ستوب شير. اوكي، وعملكم شير نيو شير سكرين. اوكي، وجيت انا فور اكزامبل، شايفين شاشتي صح؟ دخلت على جوجل. اوكي، كل شايف شاتي صح؟ دكتور. اوكي، وعملت سيرش على هوتيل. لاحظوا انا شو طلع عندي بالريزلت الاولاني. طلع عندي اللي هو على الدعايات او سوري اللي هي مواقع حدد اللوكيشن تبعي، لان انا مفعل اللوكيشن فهو عرف ان انا بإربد، فعمل اعطاني سيرش على هوتيلز موجوده في إربد. عمل سكرول داون، اعطاني على موقع اسمه hotels.com تقدر تعمل انت حجز عليه. الموقع الثالث booking.com وبرضه تقدر تعمل عليه سيرش وحجز. هاي booking.com برضه مره ثانيه. بعدين طلع لي اكسبيديا، بعدين اجى راح على وين؟ على ويكيبيديا. تمام، هو انا اشوف شو اعطاني. كامبينسكي هذا اسم فندق، تريب ادفايزر صح. طيب لاحظوا انه انا ممكن عمليه السيرش هاي كان الهدف منها اني اعرف شو يعني هوتيل. انا حدا بعرف شو يعني هوتيل، بدي بس الديفينيشن تبع هوتيل. لاحظوا انا عشان اقدر اصل للديفينيشن عن طريق الويكيبيديا قديش انا مشيت سكرول داون صح،
لحتى وصلت للهوتيل هون، مزبوط. كل الاشي اللي ظهر قبل هذا ممكن نسميه اللي هو دعايات او advertising using search engine. ترتيب الريزلتس اللي بتطلع عندك هذا مش عشوائي، يعني جوجل عشان تظهر الاكسبيديا قبل الويكيبيديا او فندق الكبينسكي تظهر عندي بالصفحة الاولى. عمرنا مثلا حدا منكم يعمل سيرش، عمره حدا منكم راح على الصفحة الثانية؟ لا نادرا، صح ولا لا؟ او حدا راح على صفحة، تخيلوا صفحة 10 متى راح نروح عليها مثلا؟ تمام. ولاحظوا انه حتى هاي صفحة 10 وموجود هنا كلمة اد اللي هو عبارة عن ايش؟ مدفوع، صح ولا لا؟ هذا اعلان مدفوع. فهي عملية السيرش انجن بس اكزامبل على وجود الديجيتال تكنولوجيز او اللي هي الديجيتال ماركتينج. انا كيف ممكن اوظف اي اداه عن طريق الانترنت اني اساعد فيها حالي اني اعمل ماركتينج للبرودكت تبعي او السيرفيس تبعت اللي بقدمه. تمام. لذلك واحدة من الاشياء، يعني هذا جاست اكزامبل انه عشان نفهم عمليه الديجيتال تكنولوجيز. لاحظوا انه حتى الجوجل اللي هو بيقدم خدمه المفروض فري مجانيه عشان انت تعمل سيرش لاي موضوع بدك اياه، الريزلتس هو بيتحكم فيها، الطريقة اللي تظهر فيها الريزلت، ترتيب الريزلت بيظهر في بيتحكم فيها بحيث انه هو بيقدر يستفيد منها ماليا كدعايات. وانا والله كحدا عندي برودكت او سيرفيس بقدر انا ادفع لجوجل بحيث انه بس حدا يعمل سيرش هذا الموضوع تطلع نتيجتي باول صفحة او بالترتيب الاول بالصفحة. تمام. وهي التداخل اللي هي الديجيتال تكنولوجي مع الاي كوميرس، التجارة الالكترونية، البروكروتمنت المشتريات الالكترونية، والمانفاكتشرنج اللي هو عملية التصنيع الالكتروني. اوكي، هذا كله ممكن يتداخل في موضوع المانجمنت او عمليه الديجيتال تكنولوجيز وعلاقتها بالماركتنج. طيب عشان نفهم اكثر شو يعني ديجيتال تكنولوجيز اللي هي بتعمل سبورت للماركتنج عن طريق الانترنت، بتلاحظوا انا في كل وحده في عندي كلمه انترنت، شايفين انترنت بروفايدز، انترنت كامبي، اوكي، سكسس اي ماركتنج معناته انترنت. انا بدي اعمل عن طريق الانترنت، بدي الاقي افضل طريقه اقدر اعمل ايدنتيفاي مين هم الكاستمرز تبعوني وشو حاجاتهم وشو رغباتهم شو الاكسبكتيشن تبعهم عن طريق الانترنت. انا بدي اتوقع اعمل انتسيبيت شو الطرق اللي ممكن الكاستمرز يتواصلوا معي فيها او بقدر يدخلوا على الموقع تبعي او السيرفيس تبعي او البرودكت او اللي انا بقدمه او شو عمليه البيرتشيس شو اللي ممكن ياثر فيهم بقرار البيرتشيس. بعدين عمليه الساتسفاينج انه انا كيف بدي اعمل الكاستمر ساتسفاي، كيف بدي احول الكاستمر من نورمال كاستمر للويال كاستمر او ريجولر كاستمر بحيث انه يرجع يتواصل معي في اللحظه او في الوقت اللي انا بدي اياه او انا بحاجه اني اضمن ديمومه البيع والمشترى عندي، فبالتالي انا بدي احول الكاستمر للويال كاستمر. تمام. فالديجيتال تكنولوجيز او الانترنت ممكن تسميه بشكل عام ممكن يدعمك في كل مرحله من مراحل الماركتينج او ديليفرينج للبرودكت او السيرفيس اللي انت بتقدمه. تمام. طيب شو هو الديجيتال ماركتينج كوميونيكيشن؟ اللي هي عمليه التواصل عن طريق الديجيتال او النتوركس او الانترنت. انا بدي اعرف انه هي انتر اكشن بتوين الكمباني والكاستمر، يعني انا بدي اعمل هاي عمليه التواصل انظمها، الكوميونيكيشن بتوين الكاستمر والكمباني او البراند اللي انا ببيعه باستخدام كل الديجيتال شانلز والانفورميشن تكنولوجي اللي هي باستخدام الانترنت تكنولوجيز. تمام. هذا الحكي بيساعد عمليه الانتر اكتيفيتي للتواصل، يعني لو انت تشتري من محل موجود فيزيكلي تروح عليه على المحل وتشتري منه، بعد ما اشتريت البرودكت من عنده رجعت على البيت اكتشفت انه البرودكت مثلا مش فيه المواصفات اللي انت بدك اياها، انت بتضطر ثاني يوم تروح عليه تزوره بالمكان اللي هو فيه. عمليه الانتر اكشن بوجود الانترنت، مثل ما انتم عارفين الانترنت افيلبل 24 ساعه في 7 ايام الاسبوع طول الوقت، فانت ممكن تتواصل مع الاورجنايزيشن باي وقت بدك اياه بالطريقه اللي انت شايفها مناسبه وما عندك اي ديلي. فعمليه الانتر اكتيف حتى الفيدباك اللي بيصل للاورجنايزيشن صار فيري فاست، يعني انت بصفحه الفيسبوك لاي شركه بس تكبس على لايك او تكبس تكتب كومنت انا ما حبيتش البرودكت تبعكم، مباشره الانتر اكشن صار لحظي. يعني بتدخل انت حاليا على اي على صفحه اللي على الفيسبوك، تدخل على اي موقع، على كارفور، على سامح مول، على اي موقع، بس مجرد تقرا الكومنتس اللي موجوده بتقدر تاخذ فيدباك الناس اللي بتفكر عن البرودكت وتشوف والله هذا اللي
بيعطيك فكره هل هو هذا المكان او هذا البرودكت فيه له موثوقيه من الناس ولا لا، فيه له رضا بين الناس ولا لا، اللي هي عمليه الالكترونيك وورد اوف ماوث. يعني انا عشان والله اشتري برودكت بروح والله شفت الشرمان فور اكزامبل معاه تليفون، اقول والله شو رايك بالتليفون اللي معك، يقول لي والله ممتاز بنصحك تشتري زيه، او والله سيء لا تشتري زيه. تمام، هاي العمليه صارت كلها فيرتشوالي عن طريق السوشيال ميديا مثل ما انتم عارفين. يعني الانترنت والسوشيال كومبيوتينج سوشيال الميديا او السوشيال نتوركس كلها مكنت عمليه اللي هي الفيدباك، صار الفيدباك لحظي مباشر سريع بدون اي عوائق، والناس صارت تعرف شو بصير قاعد بشكل مباشر. يعني مباشره اذا انت قدمت خدمه بالسوبر ماركت تبعك وحدا ما عجبوه استخدم الخدمه، مباشره بدخل يكتب والله عجبتني والله ما عجبتني والله انا اي دو ريكومند، ما بنصح الناس فيها. ففكره هاي الفيدباك صارت كثير اسهل وابسط، والناس وهذا الشيء مكن الاورجنايزيشن يعرفوا توجهات الكاستمر. يعني انتوا طلعوا عليها من وجهه نظر الكاستمر، هي بالنسبه لنا صارت ميزه، فانا بقدر اخذ فيدباك عن او افهم البرودكت اكثر واعرف معلومات عن البرودكت اكثر، وبنفس الوقت بالنسبه للكومباني صاروا يعرفوا الكاستمرز اكثر ويفهموا مين هم الكاستمرز وشو الاشياء اللي بدهم اياها وشو توقعاتهم شو المشاكل اللي بواجهوها بشكل. فلذلك هذا شكل عندي شيء اسمه بنسميه الاونلاين كوميونتي، اللي هي الكوميونتي الفيرتشوال كوميونتي. يعني انت مجتمع وهمي، مجتمع فيزيكلي مش موجود بس موجود على الانترنت، موجود في الفضاء الخارجي، اللي هي مثل المجتمعات اللي بتشكلها الفيسبوك انستغرام كل هاي المواقع والابلكيشن اللي لها علاقه بالسوشيال ميديا. معاي؟ تمام. هذا عنده اي سؤال لحد الان؟ لا. طيب لو نحكي عن الديجيتال ماركتنج برضو بتفصيل اكثر، هاو تو بروموت اكتيفلي بروموتينج برودكت سيرفيس، نعمل احنا دعايه للبرودكت او السيرفيس تبعنا باستخدام الديجيتال ديستريبيوشن شانلز از ان الترناتيف تو ذا مور تراديشنال ميديا سوتش از تلفزيون برينت راديو. فبالتالي انا بدي ادور على اي شيء له علاقه بالانترنت بحيث اني اعزز او انشر او اسوق البرودكت تبعي او السيرفيس تبعي بعيد عن اللي هي التراديشنال ميثودز اللي هي عن طريق التلفزيون او الراديو او الاعلانات المطبوعه. فبالتالي احنا اليوم في هذا التشابتر بنركز على كل الوسائل اللي بتستخدم الانترنت كميديوم او كوسيطه او وسيله لعمليات الماركتينج، ما بركز على التلفزيون. وبجوز هذا الحكي احنا بنلاحظينه من سنين انه التلفزيون كان له عصر ذهبي بنسميه له الجولدن ايج للتلفزيون، اللي هو كان تاثيره والنسبه المشاهده عنده مرتفعه. تمام، فبالتالي الدعايه بالتلفزيون كانت تصل لاكبر عدد ممكن من الناس. في الوقت الحالي الجولدن ايج مش للتلفزيون، الجولدن ايج هو للانترنت والسوشيال ميديا، صح؟ وبالتالي في يعني هذا بعطيك بالجولدن ايج للتلفزيون والادفرتايز وان اوف ذا بيج 3 نتوركس 70% كانت تصل الاعلان كان يصل ل 70% من كل الاودينس اللي بيشوف التلفزيون. في الوقت الحالي ممكن ما بتصل النسبه ل 30 20% الدعايه التلفزيون. اوكي، برضه السيث اللي هو كاتب او مؤلف اللي هو البيرميشن ماركتينج حكى انه تقريبا بمعدل مليون مسج بتصل للكاستمر العلاقه اللي هي مليون ماركتينج مسج كل سنه بتصل. وممكن اذا بتقيس انت حاليا اتوقع العدد اكثر من مليون مسج. يعني انت لو بتدخل على الايميل على الفيسبوك على كل الوسائل هاي الانستغرام التلفزيون عدد المسجات اللي بيصل لكل كاستمر بجوز يفوق المليون مسج. اوكي، فبالتالي اليوم الكاستمر في عصرنا الحالي ما بنفع تتعامل معه بطريقه اللي هي الستينات او السبعينات او الثمانينات او حتى التسعينات في عمليات الدعايه والاعلانات. الكاستمر هو مور كوجنيزيت، يعني عنده اويرنسز اكثر، بيعرف اكثر، بيصلوا معلومات اكثر، التنافس اقوى، فبالتالي كميه المسجات او الماركتنج مسجز اللي بتصله اكثر، فبالتالي وصار عنده معلومات اكثر. فالانترنت يعني انت بتشتري اي برودكت حاليا مش مضطر انت تاخذ بس وجهه نظر واحده اللي هو الحد اللي بتشتري منه. يعني بتشتري مثلا لابتوب، انت مش مضطر تعرف معلومات عن اللابتوب فقط من المحل اللي بيبيعه، لا، الانترنت بوفر لك كل المعلومات اللي بدك اياها بالاسعار باماكن مختلفه بدول العالم كلها.
بالتالي صار عندك كل المعلومات اللي بدك اياها. فصار خلينا نحكي بطريقه ابسط، صار صعب ينضحك علينا احنا ككستمر باي معلومه. معلومات صارت متوفره ومن اكثر من سورس، فانت بس مجرد انه الانترنت وفر لك اياها بطريقه ابسط. فلذلك الكوميونيكيشن او الماركتنج كوميونيكيشن، الديجيتال ماركتنج اثرت بشكل ايجابي بالنسبه للكاستمر، اعطته معلومات اكثر، وايجابي بالنسبه للتنافسيه. يعني الشركات صارت حجم التنافس بينها اكبر كثير. ليش؟ انه ما كان في عندنا، ما في عندنا احتكارات حاليا، ما في عندنا واحد بيحتكر البرودكت وبيقول خلاص انت تاخذه باللي عجبك ما عجبك هذا المنتج. لا، التنافس صار على اشده، فبالتالي التنافس صار اكثر على رضا المستخدمين او رضا الكاستمرز. فبالتالي الكاستمر سنتر ديجيتال ماركتنج انفولف ابلاينج ديجيتال تكنولوجيز باي فورم، ويب سايتس، ويب بورتلز، ايميلز، داتابيزز، موبايل، اي بي تي في. تعرف الاي بي تي في صح؟ اي بي تي في اللي هو التلفزيون بس عن طريق الانترنت، يعني بوجود بدعم الانترنت مش الستلايت العاديه. تو كونتريبيوت، شو الهدف منه؟ هاي كلها الديجيتال سوري ذكر الأبل مثلاً، اللي هو الإنترنت تي في يعني بنسميه هنا. أوكي. To contribute، ليش نستخدم هاي الديجيتال تكنولوجيز؟ To contribute marketing activities، يعني إحنا مشان إيش؟ نعزز الماركتينج بهدف إيش؟ Achieving profitable acquisition of or retention of customers، يعني بهدف إنه نعزز كل الماركتينج activities، كل الإجراءات العمليات التسويقية بهدف نصل أكثر لأكثر عدد ممكن من الكاستمر، أكبر عدد ممكن الكاستمرز. نعمل لهم awarenesses، نعمل لهم attraction، نجذبهم ونحول إلى loyal customer، وبالتالي نعزز الريتينشن ريت، وبالتالي باستخدام المالتيبل او المالتي شانل باينج بروسيس او الكاستمر لايف سايكل. يعني انا بدي اعمل له اللي هي الكاستمر لايف سايكل، هي بمعنى ايش؟ انه انا اعمل اتراكت للكاستمر، اخليه اعمل عليه افكت اللي بالماركتنج، ياثر عليه، اخليه يجرب البرودكت او يشتري، بعدين يعجبه ياخذ فيدباك ايجابي منه، بعدين يرجع يشتري البرودكت او يصير عندي لويال كاستمر. اوكي، ثرو ايش نعمل اللي هي امبروفينج للكاستمر نوليدج. تمام. طب انا كيف بدي اعمل ابروف من الكاستمر؟ انا بدي اعرف اكثر مين هم الكاستمرز تبعوني، فبالتالي انا عن طريق الديجيتال نتوركس او الانترنت بقدر اعرف مين هم من طريق خليهم يعملوا بروفايل، بدرس البيهيفير تبعهم على الويب سايت تبعي. اذا بتلاحظوا معظم الويب سايت بفعل الكوكيز عنده، وبالتالي بيعرف الهيستوري تبعك بالبيرتشيز، الهيستوري تبعك بالسيرشز، وبالتالي انت كل هذه الاشياء بتصير تعرف توجهات الكاستمر. فيسبوك بيعرف شو توجهاتك من الابليكيشن، عنده في ميزه بيحاول يعمل تراك للشيء اللي بتعمل له سيرف، وبالتالي كل الادفرتايزنج اللي بتطلع على الفيسبوك كلها بيكون غالبا من اشياء انت ممكن تكون مهتم فيها او مفكر فيها. تمام. ديليفرينج اند ان ديليفرينج انتجريتد تارجتد كوميونيتي كوميونيكيشن اونلاين سيرفيس تو ماجر انديفيدجوال، وبالتالي هدف هو ارضاء الكاستمر ونحقق ذير انديفيدجوال نيدز. اوكي، من اهم اشياء الكونسبتس الخاصه بالماركتنج اللي هي كاستمر انجيجمنت في الديجيتال ماركتنج، عمليه الانفولفمنت للكاستمر، والبيرميشن ماركتنج. تمام. في الكاستمر انجيجمنت احنا نحكي عن عمليه الانتر اكشن بتوين الكاستمر والاورجانيزيشن. هذا الانتر اكشن لازم يكون ايجابي، بمعنى اذا اجاك ان بوست سلبي من الكاستمر ما بصير تعمل له ديليت، ما بصير تعمل له اغنور، لا، انت بتاخذه وتدرسه وتحقق منه وتحاول ترضي الكاستمر لانه بعطي انطباع. وحاليا الورد اوف ماوث تاثيرها اكثر بالسوشيال ميديا وبالنتورك، صح ولا لا؟ يعني البوست على الفيسبوك ممكن اثر عليك اكثر من انه انا مثلا ما يعجبنيش البرودكت احكي لصاحبي لي. انا الكوميونتي تبعتي محدوده كفيزيكال، يعني انا حاليا بتعامل مع اشخاص محدودين، بينما على الفيسبوك اذا عملت بوست على صفحتك ممكن ملايين الناس يشوفوه. تمام. فالليفل اوف انفولفمنت، الانتر اكشن، الانتيمسي، العاطفه، الانفلوس هاز براند اوفر هاز وذ براند اوفر تايم. فبالتالي انا الانجيجمنت لازم احاول اعرف مدى انسجام او مدى رضا الكاستمر. لذلك مثلا كثير من الشركات قالت لك تعال احنا جزء من عمليه رضا الكاستمر او الانجيجمنت ممكن نخليهم يشتركوا معنا في الديفلوبمنت، يعطونا اقتراحات لبرودكت جديد، يعطونا اقتراحات لتصميم جديد، يعطونا فيدباك قبل ما احنا نطرح عليهم فكره، نعمل مسابقه انتر اكشن، نقول لهم والله احنا حابين نعمل برودكت جديد، شو حابين كيف يكون شكله، حابين نعمل اي شيء، اشرك الكاستمر معك. اوكي.
and so on. البيرميشن ماركتنج لعمليه الفاليو اكسشينج اند ريتيرن فور كوميونيكيشن اند بروفايلنج، يعني انت لازم تدرس شو راح تستفيد من عمليه الانجيجمنت او الديجيتال ماركتنج. انا بدي اعرف اللي هي الريتيرن اوف انفستمنت، يعني بناء على اللايكينج او الناس عامله فولو للفيسبوك تبعتك او البراند او الانتراكشن بيصير على الفيسبوك، شو هذا الشيء ممكن ياثر عليك بطريقه ايجابيه او بطريقه سلبيه، وكيف هذا الشيء ممكن ياثر عليك كفاليو انت بالنسبه لك للشركه. تمام. طيب انا بانه التايم ابروتشنج يعني قربنا نخلص، راح اتوقف هون اليوم، نعمل محاضره ثانيه ونبدا فيها نكمل فيها هاي المحاضره. اوكي، حدا عنده اي سؤال؟ نعم، بس اليوم ما وصلني الايميل انه في محاضره، يعني وصل متاخر بعد ربع ساعه. انا دكتور نفس قبل بيوم، انا بعثت ايميل قبل بيوم، بعثت ايميل اول امبارح انه في محاضره اليوم. مزبوط. والانفيتيشن كان عندك كويز صح؟ لا، بعثت عن المحاضرة، إذا بترجع بتشوفي بعثت عن المحاضرة، وبعثت الانفيتيشن لينك قبل بعشر دقائق أو ربع ساعة من موعد المحاضرة. فشيء مزبوط على الساعة متأخر. آه دكتور وصلنا متأخر الإيميل. دكتور أنا حتى ما وصلني، أنا يعني ما وصلني نهائي، رهف بعثت لي إياه. والله ما بين خلاص بصير أبعث أبكر شوي. دكتور لأنه ببعث قبل أكثر، يعني أكثر من ربع ساعة ثلث ساعة بعثته، معناته في مشكلة بالإيميلينج، يعني بيوصل المسجات متأخر. أنا ويا بس أنا فيش محاضرة بعملها إلا بكون مخبر عنها قبل بيوم أو يومين. احنا نعرف بس ما وصلنا الباسورد. ما في مشكلة. طيب راح أعمل إنت أنا للميتينج، بعملكم محاضرة ثانية إن شاء الله، بخبركم موعدها إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعطيكم ألف ألف عافية. دكتور بالنسبة للأسايمنت ما فهمت إيش المطلوب. طيب خليني اعمل له ابلود، واذا ما فهمت المحاضره الثانيه بشرح لكم اياها برد. خلاص تمام 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 يعطيك العافيه دكتور. يعطيكم العافيه جميعا.